الله 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 يا الكشتة. إذا جينا الاستراحة تسميها كشتة. يلا يلا الدخون وال وال والمباريات اللي بتصير هنا جاهزين؟ ها؟ تحدي؟ الوردة حقت أمي طبعاً. وينها؟ يا هذا شوف شو كيف ما شاء الله الصفراء ما شاء الله تبارك الله. وهذه البيضة وبس ونخلع طبعاً في قلب الاستراحة لازم تصير. اللي بيفوز علي له آيس كريم بارد. آيس كريم بارد بارد يعني بارد يعني بارد بارد مرة يعني ما تصورون شلون هو بارد. خلاص تحدي بسم الله. يلا أوكي ابدأ. يلا يا أوكي يلا كفو. الله 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 عليكم. عطني أقوى فريق يلعب معي. يلا 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 ورينا الفن ورينا الفن بسرعة. إيه يلا 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 الله الله الله. يلا باقي أنت. يلا ورينا الحين يا حبيبي. شايفين كم معي؟ خلاص بفوز ولا لا؟ لا. كم 50؟ ايوة تحدي ما في ايس كريم. الفقرة المعتادة الجميلة نور اختي اذا جت تطبخ في القصر. شوفوا جايب القدر حق هذا القدر حق البخاري. شايفين طبعا ترى قدر البخاري غير اي قدر لازم يصير هذا. ها شايفين الحديد ويصير ثقيل ثقيل وطبعا لازم تشب عليه النار وتخليه يحتر حرارة بشكل مو طبيعي. شايفين ثقيل ثقيل ترى ما اقدر اشيله بيد ما اقدر ما اقدر ابدا صراحة لانه ثقيل مرة. فوق هذا كله فيه الاغراض الجاهزة فلفل شقرة حبايبنا والبصل والليمون اي واضح اننا ماخذين كلها من محل واحد يجينا هنا على طول. طبعا الملح الوردي مهم الاشياء فبنبدا الحين نقول بسم الله. هذا مسويه اي ولونه هذا اللي هو المعجون حق لونه. بنبدا الحين اهم المقادير. انت امك سحبت علي انت تبي تطبخ معي ولا لا؟ شيك زعلان خلاص انا اسف بس بدي اعطيك كف. اوكي سحب عليك ما يحتاج خلاص. يلا اول شيء نحط الزيت. لا تشوف امي ما شاء الله. اي والله لا تشوف امي تذبحنا تقول وراك نحطوا زيت. من اهم المكونات البصل هذا ويطلع الصوت هذا بعد. اذا ما طلع الصوت هذا معناته انت ترى ما سويت وش اسمه البخاري صح نسيت معناته انك ما سويت البخاري. خلاص دقيقه بس بوقف التصوير عشان انزل هذه. طبعا خلاص الحين نبدا ننزل الجزر. يلا يلا ليه كذا بعد لا ما بكثير لا بعد ما بعد بس 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 خلاص كذا تمام. طبعا الشباب هناك فلينها احنا قاعدين نصلح بخاري. شو عايز تنزل الجزر ينشف لك الزيت على طول. طنده وش تسوي هنا يما؟ وش الحركة ذي؟ تصور كنافة؟ بس هنا صور. هي قاعدة تسوي كنافة الحين رندا. الحرجة ما هم مصورينها أبدا. والله ما شاء الله. أنا أشوف فعاليات. رندا جايب العيش. كذا نبدأ بالحمس بالطريقة هذه. شايفين؟ يا سلام. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شايفين بهارات ما شاء الله شيء مضبوط ان شاء الله. طبعا شلت شوي من الكشن شايفين شلناها الحين ونبدا ننزل الدجاج على الشكل هذا. نبدا ننزل الدجاج على حبه حبه. خطوات ما صورتها لكم ولكن بقولها لكم الحين. طبعا ممكن تفتحينها هي بس شوفوا ما شاء الله تبارك الله. بعد ما خلص وكبينا الرز حطيت فوق الكشنة هو الجزر. شوف كيف الحبة شايفين كيف حبة كذا ملونة ما شاء الله تبارك الله. طبعا جاهز الحين ما شاء الله تبارك الله.
نقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف ايوه